فاولا بالنسبه للتواجد ديالنا والتمثيليه ديال المنتخب الوطني المغربي في الاولمبياد فهو شرف، لكن حنا ما بغيناش يكون فقط شرف، بغينا يكون شرف اكيد، لان بغينا نشرفوا كذلك ومن خلاله الكره الوطنيه المغربيه. الكل عازم بكل صراحه على اننا ان شاء الله نديروا واحد لو باركور اللي يكون كيبغيه كل محب كره القدم المغربيه. بالنسبه لنا كنا لنا اول مقابله ضد المنتخب الارجنتيني فهي مقابله افتتاحيه، مقابله مصيريه ومهمه بزاف، ولكن ماشي فقط المقابله ديال الارجنتين، عندنا مقابله الارجنتين، عندنا المقابله ديال اوكرانيا، عندنا المقابله ديال العراق، هما ثلاثه ديال المقابلات اللي من خلالهم حنا عازمين باش اننا نحققوا نتائج اللي تسمح لنا اننا ندوزوا للدور الموالي، ومن بعدها ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو نحققوا الحلم ديالنا ان شاء الله في الانتصارات باش نوصلوا لا فينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. مي هذا مره واحده اخرى ما كيدوش الا ما دزناش من ثلاث مقابلات الاوائل بما فيهم هذه المقابله ديال الارجنتين، ماشي مقابله اصعب او مقابله اسهل، لا مقابلات كاملين فهما صعبين وصعبين على الفريقين، على المنتخب الارجنتيني صعب، على المنتخب ديالنا حتى هي مقابله صعبه، وفي المقابلات اللي جايين كذلك. فاكيد احنا ديما تنقول بان عندنا احسن جمهور في العالم، جمهور شغوف كيعشق حتى النخاع الفريق الوطني، ما عنديش شك بانهم غادي يكونوا بهذه المناسبه كنطلب منهم باش انهم يجيو باش يشجعوا، لان احنا وحدين غادي يشاركونا في التحقيق ديال المبتغى ديالنا وفي اسعاد الشعب المغربي، وحنا في حاجه ليهم، واكيد ان شاء الله غادي يكونوا موجودين بواحد الوفره كبيره باش يعطيونا حماس اكثر ويعطيونا موتيفاسيون اكثر ويعطيونا دعم اكثر باش نحققوا نتيجه الانتصار ان شاء الله الرحمن الرحيم.